باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوع تاملنا النهارده من برنامجنا من وحي الساعه بعنوان لا امتلاء من الروح القدس بدون جهاد. ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح بعد المعموديه تحته على يد يوحنا المعمدان راح للبريه، ولنا الكتاب المقدس كده انه راح عشان يجرب من ابليس، يقول كده: اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد، يعني الروح القدس بيقوده، يقتاد بالروح في البريه. ولكن البعض بيستعجب، ليه؟ ازاي ربنا يصوم بعد امتلائه من الروح القدس؟ يصوم ليه؟ هو الروح القدس ايه لازمة انه يصوم والروح القدس بعد ما يحل عليه؟ يقول لنا الكتاب المقدس كده انه صام فعلا، يقول لنا ايه في لوقا 4:2، انه صام 40 يوما يجرب من ابليس ولم يأكل شيئا في تلك الايام. صوم الرب وجهاده بعد عماده وهو ممتلئ من الروح القدس ده دليل ان حلول روح الله وقدوس القدوس وسكناه في المؤمنين مش ضمان لعدم تعرض أبناء الله للتجارب، لأنه في تجربة، إن هو إبليس داخل في تجربة. وكمان إن رغم إن ممتلئ من الروح القدس كمان لازم يجاهد بالصوم والصلاة. فمش معنى الروح القدس حل علينا إن إحنا نقول خلاص بقى مش هنجاهد، مش هنصوم، مش هنصلي، أنا ممتلئ من الروح القدس. لأ، احنا خدنا الروح القدس في سر الميرون وحل علينا وسكن فينا، لكن لازم الانسان يجاهد ويفضل ممتلئ من الروح القدس. احنا معرضون للتجارب والضيقات بعدين احنا في الجسد، لانه بيقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 5، يقول: اصحوا واسهروا، لان ابليس خصمكم كاسد ذائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فلازم نجاهد رغم ان سكن الروح القدس فينا وحلوله فينا، لكن لازم نجاهد. ابائنا الرسل بعد عيد الخمسين لما حال الروح القدس عليهم في هيئة ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، صاموا بعد كده. يقول الكتاب المقدس انهم صاموا عشان يمتلئوا من روح الله من كل قوة ونعمة وسلام وحكمة وقداسة. فيقول لنا ان هم مثلا صاموا علشان مثلا معلمنا بولس الرسول لما جه الروح القدس قال: افرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتهما اليه. قبل الكراسة بتاعتهم صاموا. فاذا لازم انسان يجاهد. المسيح له المجد علمنا كده، علمنا ان احنا عشان نثبت قصاد مكائد ابليس لازم بالصوم والصلاه. فقال لنا كده في مرقس 9:29: هذا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم. اهو صلاه وصوم. فالامتلاء من الروح القدس ضروره لضمان النصره والغلبه بتاعت ولاد ربنا على العالم. لكن مفيش امتلاء بدون صلاة وطلب الروح القدس. يعني مش ممكن إنسان يمتلئ عشان يحارب إبليس، يبقى لازم يمتلئ. صحيح إحنا خدنا الروح القدس وحل فينا وسكن فينا، لكن الامتلاء بحيث يبقى الروح القدس يعمل فينا بقوة، فده مش ممكن يجي من غير الصوم والصلاة، لأن الصوم والصلاة هما الطلب اللي بنطلب بيه الروح القدس. وده اللي قاله المسيح له المجد لما قال ازاي ان الاباء، رغم ان احنا اباء وممكن نكون اب شرير، رغم كده يعرف ان يعطي ابنائه عطايا جيده. قال لنا كده: لو في اب ابنه طلب منه سمكه هل هيدي له حيه؟ او طلب منه بيضه هل هيدي له عقرب؟ او طلب خبز هل هيدي له حجر؟ مش ممكن. فاذا كنا واحنا اباء وفينا البعض اشرار او فينا شر اشرار،
بالنسبة لربنا نعتبر كلنا ضعفاء وأشرار، فكان بالحري يقول لنا كده: الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. إذا كان الآباء الأشرار يعرفوا يدوا ولادهم عطايا جيدة، فما بالنا الآب الصالح الله الرحوم يعطي الروح القدس للذين يسألونه. عشان كده أنا عايز أقول لك حاجة يا أخي الحبيب ويا أختي العزيزة، امتلاءك من الروح القدس الحل فيك بيصاحبه قوة ونعمة جبارة، وهو سبب كل غلبة على ضعفك وكمان على الخطية المحاربة في أعضائك. عشان كده صلى الآباء الرسل طالبين إن ينزع ربنا عنهم الخوف في وقت من الأوقات لما رؤساء الكهنة هددوهم، هددوا القديسين بطرس ويوحنا عشان ما ينطقوش باسم المسيح وما يتكلموش عنه خالص. كان عامل معجزة، قوموا راجل أعرج منذ ولادته، فمسكوهم وهددوهم وقالوا لهم اوعوا تنطقوا باسم المسيح. يعملوا ايه في الحاله دي؟ يمتلئوا من الروح القدس. يمتلئوا ازاي؟ بالصلاه. وده اللي حصل. فيقول لنا الكتاب المقدس لما هددوهم رجعوا لاخواتهم اللي هم بقيه الاباء اللي كانوا مجتمعين وقالوا لهم على اللي حصل. ولما قالوا لهم على اللي حصل يقول ان التلاميذ كلهم المجتمعين مع بعض في العليه صلوا، ولما صلوا استجاب الله لصلاة الكنيس. ايه اللي حصل بقى؟ يقول لنا في أعمال 4:31: ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه وامتلأ الجميع من الروح القدس. والنتيجة بقى ايه؟ تقوع الضعف هنا، الخوف اللي كان موجود والتهديدات دي ما بقلهاش مكان. كانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة من غير ما يخافوا. فقوة فعل الروح القدس اللي حل فيك وفيا ده مش ممكن نمتلئ من قوته غير بالصلاة. صحيح حل فينا وموجود فينا وساكن فينا، لكن الصلاة والصوم. عشان كده الكنيسة بتهيئ لنا الفرص ورا بعض، فرصة ورا فرصة ورا فرصة، فرص لامتلاء من الروح القدس. ازاي؟ عن طريق الأصوات، لأن الأصوات معها صلوات. فطول العام الكنيسة منظمة أصوات وصلوات علشان تبقى فرصة عظيمة ان احنا نمتلئ من الروح القدس. اوعى يا اخي الحبيب تضيع منك الفرص العظيمة دي. لإلهنا كل مجد وكرامة وعز وسجود من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.